نبدأ كده ننزل أول وصفة معانا النهاردة، هي سلطة الجبنة. سلطة الجبنة البيضة دي جميلة، هنعمل معاها شوية كده خضروات لطيفة. خلينا نشوف المقادير معانا ونقدر نشيل حاجة نحط حاجة، ده يرجع طبعا لذوق حضراتكم. طيب عندي جبنة فتة أو أي نوع، ممكن تبقى براميلي، ممكن تبقى اسطنبولي، ممكن تبقى أي حاجة. عندي كمان كابوتشا وده برضو اختياري. عندي عوضين من البصل الأخضر، سمرتين من الطماطم متقطعة مكعبات، نعناع جاف، وعندي عصير ليمون، كمان عيش شامي محمص، أو عايزين عيش تورتيلا، أو عايزين عيش أي نوع أنتوا، أو الكراكرز مثلا تتاكل بيها ماشي. عندي كمان معلقة كبيرة من الكمون، خيار مكعبات، نص بصلة مفرومة تقطع ناعم وده اختياري، لو مش حابين تكتفوا بس بالبصل الأخضر، بابريكا، ومعلقة كبيرة من السماق، ملح، وزيت زيتون، ودبس رمان. طيب تعالوا بقى كده، بسم الله. أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد كده بولة كبيرة وهنبدأ بقى نشتغل أول حاجة على الجبنة. هنطعم الجبنة بتاعتنا دي، أي أنواع جبنة موجود طبعا هي بيليق قوي مع السلطة دي، الجبنة اللي بتبقى متوسطة الملح أو البراميلي كمان، لأن وممكن نعمل ميكس منها وبين الجبنة اللي هي الكريمي شوية، ممكن نحط من الجبنة لو حادقة قوي نخف طعم الملح بتاعها، ان احنا نحط لها جبنه تكون قليله الملح او معلقتين من اللبنه هتدي طعم حلو قوي قليل الملح. هنبدا اول حاجه كده ناخد، بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا عاملين فيا بيقولوا ايه فخ، حاطيني الجبنه البيضة في النص. طيب كده، وبعدين هاخد كده بس اشوكه، هبدا بقى اول حاجه اضيف على الجبنه دي شويه منكهات بسيطه. زي ايه؟ ادي شويه من النعناع الجاف. اصلا النعناع الجاف ده لما كنا بنيجي نعمل جبنه بالطماطم ونحط شويه كده صغيرين معاه جبنه بيضه بالطماطم بيبقى بيدي طعم حلو قوي. طيب هاخد كده شويه، وعندي هنا البصل شويه صغيرين مش كتير كده، وعندي بصل اخضر. هبدا بقى اعمل كالاتي، عندي شوية تاتش بسيط من السماق مش كتير، وعندي معلقة صغيرة كده من دبس الرمان، حط نقطتين من عصير الليمون على الجبنة. كل ده أنا بدي طعم كده لطيف للجبنة نفسها، وهرسها كده، وبعدين هبدأ أضيف الحاجات التانية. طبعا الجبنة تقدروا، احنا عملنا انواع كتير من الاجبان من غير منفحة او بالمنفحة او بالخل، وكل حاجة نقدر يعني نتعامل معاها من الاجبان بشكل مرضي لكل اسرة بشكل يريح حضراتكم. الحمد لله في من المجموعة دي حلقات كتير قوي حلوة تعجب حضراتكم. كمان اصدقائنا اللي سالوني على الحلاوه الطحينيه اللي بعرق الحلاوه، انا جبته من عطار كبير، لازم يكون عطار كبير عنده عرق الحلاوه الاصلي، ولازم تعرفوا ان في نوعين من عرق الحلاوه، في نوع بيستخدم في التنظيف وفي نوع بيستخدم في الاكل اللي بنعمل منه الحلاوه الطحينيه اللي بنغليه ونمشي على المقادير. تاتش بسيط قوي من الكمون مش كتير زي ما حضراتكم شايفين عشان ما يضغاش الطعم، حطيت رشه من البابريكا كمان، هعمل كده. وبعدين عندي هنا طماطم قطع مكعبات ومخلية من البزر كده، هنا عندي خيار، الحاجات المرطبة كده، بسم الله كده، هجمل تحتها بس بالخس، وانا بقى باكل او بنغمس ناخد بقى شويه من الخس، لكن مش هدمجه مع المقادير دي. طيب هاخد بقى هنا كده خلي العيش المقرمش هنا جنبي، عندي كده هشيل بقى دول، بسم الله. هبدا بقى اجيب طبق نقدم فيه شويه السلطه الحلوين دول مع زيت الزيتون، بسم الله. هاخد كده هزود بس رشه كده من البابريكا، عايزه اديها لون حلو، خليها لونها بينك كده وجميله.
البابريكا دي سواء مدخنة أو عادية اللي موجودة عند حضراتكم، تدي طعم حلو قوي. تعالوا بقى نحط الايه الخليط بتاعنا الجميل ده كده. بسم الله. ده بسم الله. هاخد كده، دي ممكن تتحط في علبة ويتحط عليها زيت زيتون وتبدأ تبقى في التلاجة أي وقت عايزين نعمل وجبة بسيطة جنبها، مثلا شوية بيض أومليت أو اسبانيش، بطاطس محمرة أو مشوية في الفرن، شوية بتنجان مخلل، حاجة كده تفتح النفس ممكن قوي. تعالوا بقى نبدأ نعمل الإيه؟ هعمل هنا عشان انا عايزه اضيف هنا شويه من الزيت الزيتون واحط معاهم المكونات الحلوه بتاعتي. بصوا بقى هناخد كده زيت الزيتون الجميل بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. احط رشه كده بسيطه هنا من حرف بس الطبق فيها سماق كده. السماق كمان مفيد جدا. هاخد كده كده وهاخد رشة زيت الزيتون وشوية من البابريكا ده وهنجمل بقى بالعيش الايه المحمص. ناخد بقى شويه العيش كده ممكن في حروف الايه الطبق الحلو ده. طبعا تقدروا بقى تعملوه باي نوع يعجب حضراتكم. يعني هنا نقه كده لطيفه ممكن تتحط في اطباق صغنونه بقى كمان تبقى جميله جدا. ده كده الله 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 الله. وهنلف طبقنا الجميل ده. حقيقة يعني من الحاجات اللي تفتح النفس، ونسبة البصل القليلة اللي حطيناها دي بتدي تيست على فكرة حلو قوي للناس حتى اللي ما جربتهاش. عايزين تفرموه ناعم قوي، مش عايزينه لو مضايق حضراتكم أو بيتعبكم بلاش. أهو خلاص أهو ونقدر بقى نحط هنا في النص مثلا بصلتين كده بالسماق هنا. واو. تعالوا بقى نشيل بقى الطبق الجميل ده نحطه هناك ونبدأ بقى نعمل طبق تاني من الأطباق برضو اللطيفة جدا. عايزين بقى تجملوا سلطة الخاص من تحت الطبق مفيش مشكلة، عايزين تخلوه كده وتبقى تغميسة لطيفة برضو مفيش. والله تسلم إيديكم. نحط له بس حاجة كده في الجنب لو عايزين. إيه رأيكم؟ خلاص أوكي انجزرتين بس.